السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شهوات الفاسية. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. اولا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم غادي نحضر معكم واحد الساندويتش، يعني خبز دي ساندويتش كيجي بحال فانواز صغير. هذا ساندويتش العجين اولا قبل ما كندخلوه الفرن ملي كنشكلوه كنسلقوه في الماء. غادي نوريكم الطريقة باش كيجي رطب وكيبقى وخفيف. هذه هي يعني السر ديالو. غادي نحتاج واحد السوبيره اللي غادي ندير الخليط الاول، بعدا هو الاول، ومن بعد عاد غادي نخليه يختمر، وعاد غادي نبداو نزيدوا له الدقيق. عندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، عامره يعني عامره مزيان لان الحال بارد. وعندي معلقه ثاني ديال السكر سنيده حتى هي عامره. عندي هنايا جوج كيسان ديال العنبه، ديال الحليب دافي، يعني مايل شويه السخونيه باش الخميره تتفتعل. غادي نضيفها شويه بشويه وانا كنشارك حتى كنطيب لي الخميره، من بعد غنغطيها ونخليها حتى تختمر، عاد غنضيف لها باقي المكونات اللي هي الدقيق. غادي تشوفوا شنو غادي نزيد، انا غادي ندير لكم، تابعوا معايا غير المراحل. انا درت هذا كبير لان غادي ندير نصف كيلو ديال الدقيق الفرص 500 غرام باش نلقى كيفاش ندير نعجنها، هذاك علاش درت سوبيره كبيره. انتم كيما شفتوا دابا غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها تختمر ونرجعوا نكملوا. العجين هو دا الخليط الاول، هو دا عفوا اختامر. غادي نضيف دابا 5 كيسان ديال دقيق الفرص الابيض، ما يعادل 500 غرام، يعني بعبارة كاس العنبه 5 الكؤوس. غنضيف شويه بشويه وانا كنخلط كما كتشوفوا. الطراب دابا بدا كيتقلي العمليه ديال العجن، غادي نحيدو وغادي ندير هاد السباتولا اللي عندي، هي يعني قاصحه شويه كتساعد في العجين كانك كتعركو باليد، وغادي نخلط بها مزيان حتى تجمع ليا العجين ديالي وتتماسك. مازال غادي نخلط دابا، عاد نضيف الباقي ديال الدقيق. نضيفو مرة واحدة دابا باش نتحكم فيه ونخلطو مزيان. غادي تشوفو العملية قدامكم، غير باليد، لا داعي للعجانة أو لا قصرية، غير في هاد السوبيرة يعني مكينش العجين بزاف، وهادي عندي كبيرة يعني كتخمر دغيا وكتصلح للعجن. كنجمعو، نحاولو نجمعو الجوانب، شتي بحال اللي كنعرك، هذيك كتساعدني انني بحال اللي كنتحكم في العجين وكنعركو. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده، ما غاديش نضيفها دابا، غادي نخليها جانبا حتى نجمع الجوانب مزيان باش يولي العجين ديالي كله مجموع. وعاد غادي نضيف، ندير واحد القطيره ديال عفوا ديال الزيت بعد ما نرش بعد الدقيق على يديا باش ما يبقاش تلتصق، وعاد ندير غير قطرات فقط ديال الزيت باش كتساعدني ان العجين ما يتماسكليش في يدي. دابا غادي نضيف داك المعلقه اللي وريتكم ديال الزبده، زبده نباتيه تكون بحراره المطبخ باش كتساعدنا على العريك ما تكونش قاصحه. كما كتشوفوا كنحاولوا نخلطوا ونرشوا الدقيق في ان واحد ابريوس الاصابع، يعني برؤوس الاصابع فقط باش ما العجين باش كيبقى مرخي وكيبقى هش، حيت حنايا يعني عندنا الغرض به ما يكونش قاصح وما يكونش خفيف، يعني في نفس الوقت خاص تجي العجين ما بينه وبين ما هو قاصح ما هو خفيف بحال ديال البريوش تقريبا. صافي خويتها دابا على رخامه، غادي نحاول نديها ونجيبها شويه بحال اللي كنرخفها كما كتشوفوا، كنخبطها مع رخامه يعني كان باش كترخف العجينه، وهي يعني كتشوفوا يعني الملمس ديالها خفيفه. هاد السوبيره ثاني اللي عجنت فيها دكتها فيها ورشيت عليها شويه د الزيت اللي غادي نعركو شويه اللي كنحاول ندخل فيه داك الملمس ديال الزيت. صافي وغادي نغطيها دابا ببلاستيك غذائي ونخليها حتى تختمر، عاد نبداو نشكلو. العجين ديالنا اللي حضرناه هو دخلنا كما كتشوفوا،
غادي نرش دقيق على سطح العمل باش نفرغ الهواء منها هكا بحال هكذا. حاولوا توزعوا باش تخويوه كامل انتما كتشوفوا. صافي غادي نحاول نرش مازال الدقيق غير شويه باش ما تلتصقش ليكم. حاولوا تديوها بحال هكا انتما كتخويو ليها الهواء ديالها اللي مازال. غادي نحيد هذا، غادي نغبر شويه ديال الدقيق باش نحط فيه العجين ديالنا. انتما ناخذ قطعه غنحاول نقطعها الى قطع بحال هكا، ما بغيتهمش يجيوني كبار بزاف، قطع متساويه. نعاودو نحربلو مازال العجين. ها انتما كتشوفوا القوام ديالو كيجي رخو، ما كتجيش قاصحه يعني كتجي خفيفه. نشوفوا شحال غادي تعطينا ديال الكويرات، 500 غرام. صافي غادي نحطها بحال هكا، نرشو الدقيق باش ما تلتصقش لينا هاد الكويرات. غادي ناخدو نديروها على شكل كويرات بحال هكذا. حاولوا انكم تكوروها ولكن حاولوا ما تخرجوش منها الهواء، يعني ما تنزلوش الخميره باش ما تنزلش ليكم. غادي نستمروا حتى غنكوروها كامله بحال هكا ونكملوا. دابا انا كورتهم كاملين، غناخذ الاولى اللي صايبت، غادي ناخذ الدلاك غنطلقها بحال هكا على كل يعني طول وعرض باش كتجيني مقاده. حاولوا ما تلتصقش ليكم، الا شفتوها التصقت كديروا شويه ديال الدقيق غير شويه ماشي بزاف. غادي نوجد واحد الصينيه غادي ننزل فيها عاد ديك الساعه غندوز نسلقو. صافي بحال هكا. اللي بغاه كبير يكون عنده يدير طنجره، اللي بغاه غير بحال هكا انا متوسط يدير غير كاسرونه. حاولوا تقدوها مازال. غادي ناخذو بحال هكذا كما كتشوفوا بحال اللي كتحربلو شي بودان ديال المعمر بحال هكذا، حيت راه باقي غادي يرجع. كتسدو الجوانب بحال هكذا، الحواشي كتشدوها بحال هكذا، وغادي نحطو في واحد الصينيه اللي جهزت انا باش على ما نجهزو كامل وعاد غنبدا نسلق. بحال هكا انا غبرت عليها الصينيه غير دقيق، وغادي نستمر كامل غادي نديرلو بحال هكا حتى نكملو كامل. غنزيد مازال نوريكم وحده اولا جوج، كنديو كيما قلت لكم طول وبالعرض باش كنبسطو العجين ديالنا. انتما حاولوا تقادوه. دابا غادي نلويوه، حاولوا تلويوه ما يكونش مزير باش يجيكم مفشفش يعني كيتحربل وهو مرخوف. وكتسدوا له بحال هكا الجوانب. صافي ونسوها ثاني، نسوها هنا، نغطيوها بداك البلاستيك اللي استعملناها من قبل هكذا. صافي باش ما كتنشفش لينا العجينه ديالنا. غادي نزيد نوريكم مازال وحيده. الا جربتوا هاد الخبز ديال الساندويتش المسلوق يعني غيولي عندكم دائما كديروه كيجي زوين. انتما انا كنلوي مفخفخ كيما شفتوا. صافي من بعد عاد كناخذ كنسد الحواشي ديال الجناب وكنسد من الفوق باش كترجع لنا بحال واحد فانواز صغيره. مازال غادي نخلي كل ما حنايا كنصايبو هو كيرتاح حتى كنجهزوه كامل. غنزيد مازال وحده. انتما كنظن بانت لكم الطريقه، كنطلقوها كنلويوها من بعد كنسدو لها الحواشي ديالها. صافي المهم انا غنكملهم وعاد ندوزو للمرحله المواليه. درنا هاد الكاسرونه فوق البوطه، درنا فيها الماء سخن، ضفت ليه معلقه ديال البيكنج باودر، حركوها. هي غادي تبان لكم بحال غادي تبدا كتفيض ولكن حركوها مزيان، حاولوا داك الخميره تحلوها حتى كتذوب، هي غتذوب وحديتها في الماء. نحاولوا نحلوها بالمعلقه حيت هي كتكور مع الماء سخون. صافي دابا غادي ناخذو الخبز اللي حطنا، ناخذ الاولى هي طلعت فيها الخميره، غادي ننزلوها في الماء كيما كنهزوها من هنا. كنبقاو نديرو عليها الماء بحال هكا حتى كتحسوا بها بدات كتنفخ بحال اللي كتسلق كيما قلت لكم. ديرو غير وحده بوحده، ما ديروش جوج اولا ثلاثه باش ما تغلبش عليكم. صافي بقاو تخويو عليها الماء بحال هكا اللي فيه الخميره. انتما كتشوفوا هي كتنتفخ بحال اللي كتسلقوها. كي كنقولوا كنطيبوها كنسلقوها باش كطيب نص ديال
ملي كتدخل الفرن كتجي رائعة، ثم كتخوي عليها حتى كتشوفوها تنفخات تماما. صافي ونهزوها مباشرة نحطوها في الطبسيل. انا جهزت فيه ورق ديال الفرن. صافي هي دي كما كتشوفوا، نهزها كنستقطرها. ثم انا حيدتها درتها في الطبسيل، دابا عاود غادي نصيبو الثانية بحال الطريقة. كتبقاو تديرو عليها الماء، كل ما خويتو عليها الماء حيت هي ما كتغطسش كتبقى مهزوزة على الفوق الماء حيت خفيف العجين. صافي نبقاو نخويو عليها الماء وهي كتنفخ معانا. انا نوريكم الاخرى كيفاش دارت. بقاو تخويو. صافي غير تشوفوها جهزت. صافي نهزوها ونستقطروها ونزلوها الصحن ديالنا، كيجيو بحال هكا. انا غنستمر بهذه الطريقه نتوما كتشوفوا حتى نكمل العجين ديالي كامل. الا كنتي يعني من بعد تعودتي بقاي ديري جوج بجوج على حسب المساحه ديال الكاسرونه اولا الطنجره اللي كتسلقي فيها. انا باش نربح الوقت بديت كندير بجوج. صافي كتخوي عليه هكا من فوق حتى كي تحسوا بانه تنفخ وما بقاش كيبان لكم عجين هكا اخضر. صافي دابا غادي نبداو نهزو نقطرو مزيان من الماء. صافي ونحطوها جنب الثانيه نهزو ثاني اخرى وصافي كنستمروا ونكملهم كاملين ونتلاقاو. انا قربتها لكم هانتوما شفتوا كتجي مسلوقه. صافي كملتهم دابا غناخذ واحد السكين غادي ندير لهم غير بحال الشقات هكذا. فتحات ماشي ضروري يعني اختياريه يكون السكين ماضي، انا ما غنديرش ليهم كاملين داك كتزيين وصافي بركه. انا درت سينيه غندير لها وسينيه بلاش. انا خرجوا لي 14 وحده عفوا 13 وحده خرجوا ليا. صافي دابا شعلت الفران على 180 درجه غادي نديرهم يطيبوا حتى يتحمر الوجه ديالهم. غندير السينيه الاخرى غادي نخليها غير عاديه بلا ما نشربها. صافي ونديرهم يطيبوا. انا درتهم دابا في الفران كما شفتوا، درت واحد لتحت واحد الفوق ولكن ان شاء الله غير التحتاني الاخر يعني غير باش يسخن مع الثاني. ما دهنتهم حتى بشي حاجه، علاش؟ لان داك الماء اللي سلقناه فيه هو اللي غادي يعطيهم داك التحمار ديال الوجه ديالهم. وصافي ودابا نخليهم يطيبوا. الخبز المسلوق ديال الساندويتش اللي حضرنا ها هو هذا، نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي رطب ومفشفش، يعني كتقدر تطويه كاع هكا وما كيخسرش وكيجي بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في الكومونتير، وما تنساوش اللايك والبارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد والى فيديو اخر بحول الله. المهم انا خليتهم خاويين حتى وكنبغيهم عاد نعمر. ثم تحلوهم من الجانب ديروا فيهم فروماج كاشير لانشو اي حاجه يعني كفته ساندويتشات للوليدات هكا خبز بعدا ديال الدار وكتعرفوه كيفاش داير. هاد السليق اللي كنسلقوه كيخليه يجي رطب ملي كيدخل الفران، راه ما كندهنوه حتى بشي حاجه كيبقى هكاك. داك السليق الماء هو اللي كيعطيه داك التحمار في الوجه. وبالصحه والراحه. غير واحد المعلومه بغيت نقولها لكم، بلا ما تفرشوا له الورق ديروه مباشره باش ما يلتصقش لكم. وبالصحه والراحه والى فيديو اخر.